السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنشوف بعض الأدوات المساعدة إن إحنا نرسم أشكال جوه الفريكات. طيب أنت ممكن مثلا تكون عايز تعمل زي اكسترود بالشكل دوت، يعني ترسم شكله وتديله السمك بتاعه، ده اسمها باد أسيلكت سكتش. طيب هتحتاج إن أنت تختار بارت ديزاين، وبعد كده تيجي هنا تقول له كريت أ نيو سكتش، وتختار بقى ترسم على الإكس الواي ولا الإكس والزد ولا الواي والزد. أوكي، هتبدأ تقول له أنا عايز أرسم مثلا دورية هنا بالشكل دوت، وبعد كده هتقول له edit finish edit، وبعد كده تعمل select على دوت وتقول له اعمله في 3D، اعمله 3D بالشكل دوت، وتقدر تغير الدايمنشن زي ما انت عايز. او حاجة تانية ممكن نقول له new sketch ونبدأ نرسم بقى، تشوف مثلا انت عايز ترسم على ال y ولا ال y و z زي ما انت عايز اهو، وتقول له مثلا انا عايز ارسم حاجتين واوصل بينهم، فارسم شكل الاولاني اهو تمام، وبعد كده هقول له كلوز او تقول له فينش اديت، وبعد كده تقول له سكتش وتختار اللي انت عاوزه. هتقول له مثلا عايز ارسم مثلا دائره، ومطلوب ان احنا نوصل الاثنين ببعض. طب لو وصلنا الاثنين ببعض الاثنين على نفس الارتفاع تمام، فكانهم الاثنين مسطح واحد، فهنيجي كده ونعدل في الزيت زي ما انت شايف، كل ما بتكتب الحاجات بتبعد عن بعض. طيب بعد كده هقول له انا عايز اعمل لوفت بين شكلين، فبختار الشكل الاولاني اللي هو دوت واقول له اوكي، وبعد كده هقول له سيكشن، على السيكشن هبدا اختار بقى ايه الشكل التاني بالشكل دوت، فيبدا يوصل لي بينهم، وبعد كده هقول له اوكي فينتج عندي الشكل دوت. طيب خلينا نرسم بطريقه اخرى، الا وهو ان انا هرسم شكل وادي له مسار وهو يمشي على المسار دوت. طيب اقول له ارسم لي سكتش واختار الاكس والواي واقول له اوكي، وبعد كده هرسم مثلا حاجه زي كده. الشكل دوت، وبعد كده هقول له كلوز، وبعد كده هبدا ارسم المسار بتاعي بس ارسمه على سكتش اخر، هقول له سكتش تمام، خلينا نقول له كلوز سكتش، وابدا اختار مسار اخر زي دوت واقول له اوكي، وابدا ارسم الخط اللي هو المفروض يمشي عليه. ممكن ترسم مثلا حاجه بالشكل دوت تمام، فول لاين بالشكل دوت، او ممكن ترسم مثلا بشكل اخر، يعني الاثنين صح، احنا بنرسم شكل خلاص اهو. هتقول له انا عايز ارسم خط، رسمنا الخط الاولاني اهو، الخط التاني، الخط التالت بالشكل دوت تمام، ونقدر نقول له خلي ده يوازي دوت مثلا، وخلي ده عمود على دوت لو انت حابب، تقدر تقول له خلي ده عمود على دوت، فكده كلهم مرتبطين ببعض. وممكن اقول له بقى عايزين نعمل قوس بين الاثنين، فريت بين ده وده وبين ده وده تمام. طيب كده احنا رسمنا الشكل اللي بتاعنا اهوت، اقدر اقول له فينش، ده الشكل بتاعنا. فهقول له بعد كده ده الاوبجكت بتاعي اللي هو دوت، وبعد كده الباص اللي هو دوت، فيبدا يرسم لي الشكل زي ما انت شايف. اوكي، ظهر معانا الشكل بالطريقه دي.